السلام عليكم اخواني، تحياتي لكم كاملين ومرحبا بكم على قناه بروغرافور. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التجربه الاخ ديالنا سيمان اللي شارك معنا التجربه ديالو. التجربه هذه مثيره للاهتمام، علاش؟ لان الطريقه هذه انا اول نوبه كنشوفها، هاد الحل ديال المشاكل ديال الانترنت اول نوبه كنشوفه، وان شاء الله غادي نجربو حتى انا يعني من الفيديو مستقبلا. الا كنتي مشتركين غادي نشوفوا التجربه بهذه الطريقه هذه، انا بدي غادي نجربها ونصور عليها فيديو. اول شيء غادي نشوفوا كيفاش كان مع الاتصالات وحول انوي، وكيفاش بدل الروتور ديال الزي تي او، يعني دابا كيستعمل تي بي لينك مع انوي، وغادي نشوفوا كيفاش حل المشاكل ديالو ديال الانس ان المارجان ديال لين اتوناسيون، كيفاش صابي طلعت له ماكسي راي تحت 26 ميجا، يعني شي حاجه اللي هي ممتازه عنده في الانترنت ديالو. هادشي كامل كنشكرو من هذا المنبر هذا لانه بغى يشارك معنا التجربه ديالو، لا باوديوات ولا بالصور ولا بالفيديوهات، ما عنده حتى شي اشكاليه، مهم يبغى يفيد الاخوان ديالنا كاملين. كنت مهتم بالمواضيع ديالنا فعل الجرس واشترك على قناه بروغرافور باش يوصلوك مواضيع مقبله. بقاو معنا الى النهايه، ننتقلوا الى الحاسوب الاخوان ديالي. كما كتشوفوا معايا الاخوان ديالي على الحاسوب، اول شيء بغيت نوريه معاكم هي المحادثه ديالي معاه. السيد هذا انا هضرنا معاه، وراني الصوره ديال دابا تبعت الحال، الصوره ديال الحاله الانترنت ديالو، حنا غادي نوريوها لكم فيديو الصوره الحاله ديال الحاله الانترنت ديالو. وراني التست، التست هذا غادي نشوفه في اخر الحلقه من بعد ما نشوفوا التجربه ديالو. وهنايا بعض المحادثه، يعني ملي كان مع اتصالات غادي نشوفوا المحادثه ديالو ملي كان مع اتصالات وحاول الادي اس ال، ونشوفوا المشاكل اللي شويه غريبه مع التكنيك نشوفوها. مرحبا اخويا، مرحبا، ماشي مشكل شارك معاهم هنا، فهمتي؟ انا ما عنديش مشكل نفيد عباد الله، فهمتي؟ ما عنديش مشكل، اي حاجه بغيتي نشاركها معاك نشاركها معاك. بالنسبه ديال القضيه ديال الكاليتي دلالين ولاتينياسيون طايحه اخويا، انا البوط اللي جاي منها لاني اديس اديس ما بعيدش عليا، بعيد عليا بشي 18 متر وبحال هكاك ولا شي 20 متر، ما بعيدش بزاف. هادشي علاش لاتينياسيون ما كايناش، واخا الخيط دايز من حدا السلوكه ديال الضو، من حدا الخيوطه ديال الضو، من حدا الانستالاسيون ديال الضو، ولكن ما اثرش عليه بزاف. بالنسبه للاس ان ار، الاس ان ار اخويا ملي كانت عندي اتصالات، ملي كانت عندي اتصالات 12 ميجا وكان عندي مشكل في الاس ان ار، كانت كطيح. ملي كطيح كطيح ليا مع الديبي بطبيعة الحال. عيطت للاتصالات وجا التكنيسيان شرحت لي مزيان الموضوع، ما هو ما كانش فاهم هادشي صراحة. نقول لك تكنيسيان جاي عندك ما فاهمش شناهي، ما عرفش شناهو الاس ان ار وشناهو داك، شناهو هاداك البارامتر شناهي، شناهو هاداك كيفاش. أول شيء كنتبه ليه هو أن كما قلت في الفيديو السابق، أن التكنيسيان خاصو يكون عنده خبرة، خاصو يكون واحد الشخص كيمتلك الأهلية باش يدوز لنا لي كابل. كما قال لك الكابليس ديالو، يعني هاد السيد هذا الشخص هذا الشخصية سيمان يعني سرد لينا هاد الأوديو، كيقول لك بأن الكابليس ديال الأ دي إس إل مع الكابلية ديال الضو حدا بعضو، يعني هنا خاصو يكون التكنيك عارف بأن التشويش كيأثر مع الكهرباء، إذا كان قريب مع الكهرباء أو مسافة طويلة راه كيأثر التشويش، يعني هنا خاصنا يكون التكنيك يكون ذا أهلية، يعني عنده الخبرة. وزائد الشخص ديالنا يعني فاهم ان اس ان ار ولين اتونيسون الحاله ديال الانترنت ديالو كيفاش خصها تكون، يعني هو كيهضر مع التكنيك ما عارفش هاد الامور هادي، يعني التكنيسيان معنى التكنيك يعني مختص يعني تقني، يعني التقني بهذيك الحاجه، يعني خصو يكون عنده خبره اكثر منا، ماشي يجي عند الكليان ديالو هو اللي غادي يقول له ها كيفاش وكيفاش، غادي يفهمه بديك النقط اللي ديجا هو خصو يكون قاري عليهم. يعني هذه مشكله الاخوان ديالي، والدور تاتوما خصكم تكونوا هكذا الاخوان ديالي، ميجي عندكم التكنيك فهموا ان الحاله ديال الانترنت ماشي كيسمع الحراره مزيانه الو الو مزيانه مزيانه، لا خصك دائما تشوف الحاله ديال الانترنت ديالك واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. التشويش غتعرفوا غير بالروتر، يعني حتى ولا الا عيطتي اتصالات وقالت لك واش عندك الثابت واش عندك، قول لا لا انا التشويش كنعرفو غير بالروتر، يعني الاس ان ار هي حاله التشويش، يعني بلا ما تكون عندي لاباري لا حتى شي حاجه. نكملوا الاوديو الاخ ديالنا. قلت لك ما فاهمش شنو هو هذاك الشيء، شرحت ليه باللي راه الاس ان ار الكاليتي ديال لالين وجايه من البواط، لالين ما انستاليش مزيان من تما، صافي هذيك مشيت مع مشيت مع التكنيسيان تاع البواط حلها قدامي، عاود انستال الخيط مزيان،
داكشي نقي مقاد. رجعت للدار لقيت ملي كانت عندي ادي سي 12 مقاد ديال الاتصالات، لقيت الاس ان ار واجه عندي 26 كطلع في 30، ولا عندي الاس ان ار مقاد والماكس ريت ديال الروتور راك شتي باقي شاد 26، باقي كيشد كيضرب 26 ميجا، البيرفورمانس ديالو كيقدر يضرب 26 ميجا. بالنسبه للنهار درت انوي، من نهار حولت الانوي تبدل الكور مع الخيط مزيان وكتبدل لي هنا الاخوان ديالي كما كتشوفوا هذه يعني المشكل كان عنده مع الاتصالات، يعني كان التشويش وهاد المشاكل هذه كانت عنده مع الاتصالات. مي جا التكنيك وفهموا كيفاش كيخصو الاعدادات تكون عنده، خدم مع دوز له لي كابل كلشي مزيان ومرات مزيانه ولات عنده مع الاتصالات. يعني مي كان مع الاتصالات عنده 12 ميجا ارينا، ملي الامور تريغلات الكابل ولا مزيان قال يشونجي الانوي. ملي شونجا الانوي رجعوا ديك المشاكل، يعني تخيلوا معايا ملي رجع الانوي رجعوا المشاكل. علاش؟ لان كيزولوا الكابل واخا نفس البواط كيزولوا من البورت ديال الاتصالات، كانهم بورت ديالهم، يعني كيشونجيو بورت باش كيدوزوا السيرفيس ديالهم. طبعا الحال ماشي هما يعرفوا من كيطلقي الانترنت، يعني هنايا بداو المشاكل كما غادي نسمعوا في الاوديو ديالو. من درت البورتابيليتي من الاتصالات الانوي، انوي كتبدل لك البور اللي جايب منه نتا الكونيكسيون ديال الاتصالات، دير ركبوه في البور ديالهم واخا في نفس البواط. هذاك ملي ركبوه ما ركبوهش مزيان، داكشي علاش الاس ان ار طايح البور ديال انوي. التكنيسيان اللي جا بقيت كنعيط لهم كل نهار، كنحاول نشرح لهم اللي راه مشكل، عندي مشكل في لالينك وتقطع لي الكونيكسيون. كانت الاس ان ار عندي أربعة ثلاثة جوج، كيبقى بعض المرات كنلقى زير وحق الله كنلقى زير، وبعض المرات ناقص يلقى ناقص جوج ناقص ثلاثة، كيتقطع ما كونيكسيون ما كايناش. يعني 10 دقائق كتقطع لي كونيكسيون تعاود دير لي مرة تعاود تقطع عاوتاني تبقى غادية بحال هكا النهار كامل. درت واحد الطريقة باش تقاد لي شوية الاس ان ار ولا تعاود، المهم راه ستابل دابا ما الحمد لله ما كيتقطع ليا ما والو الحمد لله. يعني بما واحد الطريقه اللي غادي نشوفوها عبر فيديوهات، هو شرحها لي كما كتشوفوني كامل اوديوات اخرين شرحها لي في اوديوس يعني، ولكن انا قلت له يعني تكلمت معي صار لي فيديوس احسن باش حتى اللي بغى يجرب يطبق الطريقه عنده يكون شايف بعينه احسن. بالنسبه للاخ ديالنا ملي جات الانوي عنده، يعني كما قلت لكم بقاو مشاكل في الروتور ديالو، ولكن هو شونجا الروتور، جاب الروتور ديالو ركبوا في لارين ديال انوي بنفس الكونفيغوراسيون ديال اتصالات المغرب، هي خدمت به طلقت له نيشان. فهمتوني يا الاخوان ديالي؟ طبعا بحال الاخوان انا كنلاحظ يعني اللي بغى يشونجي الروتور ان فوا يدخل لارين ديالو ديال انوي يركب ديريكتومون يركب الروتور ديال انوي ديال اللي عنده في الدار ديال اتصالات المغرب، ويكون كونفيغيري معدل يعني قبل ما يركب الروتور ديال زد تي او ولا الهواوي الجديد اللي كاين دابا، يعمل تي في لينك ولا تيندر الروتور اللي عنده هو اللي يخدمه في فلالين ديال. ان شاء الله غادي تقبل له الروتور ديالو وغادي تشونج، لان ملي كتعمل اتصالات المغرب الكونفيغوراسيون الروتور ديالها لالين كترجع كتقبل غير ديك الروتور. هذه هي المشكله اللي كاينه عند انوي حاليا، كيقولوا مستقبلا يقدر يكونوا شي حلول، ولكن الى حد الساعه باقي ما كاين حتى شي حلول، يعني ما كاين حتى شي حلول. بالنسبه للاخوه اللي شونجاو الروتور هذه هي الطريقه اللي استعملوا غالبا، هذه هي الطريقه اللي استعملوا. بالنسبه للاخ الاخوان ديالي غادي نمشيو نشوفوا الفيديوهات والطريقه اللي استعمل باش حل المشاكل ديالو الاخ ديالي. غادي نشوفوا اول فيديو وغادي نسمعوا مزيان شنو كيقول، يعني راه يعني طريقه مثير للاهتمام وغريبه عمري ما شفتها، وغادي نجربها معايا النهار اللي غادي نجربها نصور لكم فيديو وغادي تشوفوها معايا الا كنتم من المشتركين في القناه ومفعلين الجرس. غادي نشوفوا اول طريقه الاخوان ديالي. السلام عليكم اخويا، المهم انا نشرح لك الطريقه سهله ما فيها لا علم، ما كتحتاج حتى شي حاجه، ما كتحتاج تكون كتعرف لهذا الشيء عادي، اي واحد كما كان يقدر يصايب هذا الشيء. عندك اخويا البواطه ديال الادي اس ال اللي جاي الادي اس ال منها، هاي البواطه اللي كتركب فيها السلوك اللي جاي، السلك الكري والسلك البيض على حساب ما الا كانوا مبدلين في مدينه اخرى الله اعلم. المهم كيتبرونشاو هنا هاد لابوات اللي كتكلم عليها، هي هاد البوط هادي كاينه في اتصالات كاينه، المهم ادي اس ال كامله فيها لابوات هادي، غير الفايبر كتجي واحد لابوات كبيره على هادي كتكون فيها شي امور زايد. هاد لابوات هادي فيها كابل، غير هاد لابوات هادي كيجي فيها كابل كما كتشوفوا احمر وخضر. هاد لابوات هادي في الكابل كيكون واحد الكابل رمادي وبيض بحال يعني برونشيتيهم ولا هكا، يعني هادي ما عندها حتى شي علاقه لا بمدينه ولا حتى شي حاجه،
يعني ا دي اس ال كتبقى ا دي اس ال، والبرونش البرونش دي يعني البرونش مول التركيب ديالها هو هو كيبقى. يعني البوط اللي كيهضر عليكم هي هذه، اغلبيه الناس ا دي اس ال عندهم هذه البوط هذه. نكملوا الفيديو ديالو. كتجيب تا كابل ديال ار جي 11 هذا، كتبرونشي في هذا البلاصه البور ديالو فين هو، كتبرونشي هنا وكيعطيك واحد الخيط، خيط ها هو فين وفين جاي. انا ركبت شي سبليسر عادي، سبليسر ديال الرجول هذا ميش الرجول تاع بالي اللي كتجي معاه اللي كتجي معاه في البواطه، ما كانت عندك ماشي مشكل، راه كيتباعوا هادو راه ما غاليينش بزاف. بالنسبه للسبلينتر، سبلينتر كاين اللي كيستعملوا كاين لا، بالنسبه لي انا كنستعملو شي، يعني التجربه غادي نجربها في سبلينتر بحال اللي جربها هو. سبلينتر هذا الثمن ديالو 5 دراهم، ماشي شي حاجه اللي غاليه، 5 دراهم اللي بغى يشري، اللي ما عندوش يمشي يشري ب 5 دراهم مع الناس ديال اللي كيبيعوا الكابليات ديال الانترنيت ولا الروتورات هادشي هذا، يمشي يشريها من عنده. يعني تا البوطه هادي كتهي كتباع بشي 3 دراهم ولا 4 دراهم تا هادي، يعني ماشي حاجه اللي غاليه. البياس ديال الاي دي اس ال ماشي حاجه اللي غاليه. نكمل مع الفيديو باش نفهموا الطريقه اكثر. برونشي لي البور لي جاي من الحيط اللي جاي من برا ديال ا دي اس ال هنا، والبور ديال الكونيكسيون ها هو فين هو ديال الانترنت ها هو فين هو، هو الدغري هذا، هاد الدغري ها هو جاي من هنا غنتبعوه، ها هو ها هو غادي غادي ونبرونشي في الراوتر، ها هو نبرونشي في الروتور الاخر، البور الاخر ديال التليفون عندي هذا الكابل هذا ار جي 11 كان عندي قديم، زدرت شديتو قطعتو، قطعتو من هنا هاي قطعتو، عريت واحد جوج سلوكه وسطينيين تيكونو خضر واحمر، لا خضر وزرق، هما فين هما خضر وزرق، عريتهم وشديت شارجور ديال تي بي لينك بحال هذا نيت كان عندي قديم بحال هذا، شديتو هاو فين هو، نشوف الفولتاج ديالو شحال، و تيكون اغلبية تيكون 12 فولت، لا ذا 9 فولت 9 فولت، الشارجور ديال شارجور ديال تي بي لينك هاو فين هو عادي. الا كان 12 فولت غادي يكون حسن، غادي يعطي قوة كتر، هما الحد ديال هاد العملية هادي ميفوتش 12 فولت. الا كتب الا كان عندك مشكل في الاس ان ار وباغي تحل هذا المشكل هذا شويه، ما يبقاش يتقطع لك لاين، تولي الاستابيليتي في لاين ديالك، يولي لاين ديالك ستابل وثابت ما كيتقطع ما كيتقطعش عندك، هاد الطريقه غادي تحتاج شارجور ما كيفوتش 12 فولت، سواء يكون ديال شي يكون غير شارجور ديال الريسبتور عادي، الريسبتور ميني اللي كيتباع اللي كيديروا يخدموا به الناس التلفازات، يخدم لك هذاك الشارجور حقش هذاك الشارجور تقريبا فيه 12 فولت، كتجيبو حتى هو كتقطعو وكتعري وكتلاقي السلوكه داك السلوكه ديال الشارجور ستابل وثابت ما كيتقطع ما كيتقطعش عندك، هاد الطريقه غادي تحتاج شارجور ما كيفوتش 12 فولت، سواء يكون ديال شي يكون غير شارجور ديال الريسبتور عادي، الريسبتور ميني اللي كيتباع اللي كيديروا يخدموا به الناس التلفازات، يخدم لك هذاك الشارجور حقش هذاك الشارجور تقريبا فيه 12 فولت، كتجيبو حتى هو كتقطعو وكتعري وكتلاقي السلوكه داك السلوكه ديال الشارجور مع السلوكه ديال الكابل ار جي 11، ملي كتتم بالعمليه وكتغطيهم مزيان وكتحاول ما يتلاصقوش ليك مع بعضياتهم حيت التلاصقو كيوقع سير هوي، كتجيب داك الكابل اللي برونشيتي ديال ار جي 11 وكتبرونشيه في هذا البور هذا ديال التليفون، وملي كتبرونشيهم هذا الشارجور هذا اللي عندي الاخر هذا ديال الروتور اللي مبرونشي هنا في الروتور الله يخدم لي الروتور، ملي كتسالي هاد العمليه هادي كتجيب شي هادي كنسموها تي عندنا حنايا ما عارفش كتسموها فشي مدينه اخرى، المهم هادي كنقولو حنا تي، كتبرونشي فيها الشارجور ديالك، كتبرونشي الاخر هنا عادي، طريقه سهله اسمع ليا بحال هكا، كتبرونشو بحال هكا، انا عندي البور هذا خاسر الوسطيني، كتبرونشيهم بحال هكا ومن بعد كتبرونشيهم في بريز ديال الضو هادي، كيشعل الروتور هاو ملي غيشعل غنشوفو الاس ان ار شحال، انا كان عندي الاس ان ار مكيفوتش 4، من نهار حولت الانوي من اتصالات الانوي الاس ان ار عندي طاح، كان عندي الاس ان ار في اتصالات 26 28 حتى 30، مع العلم كان عندي 12 ميجا اديسي
حقاش بزاف ديال الناس عندهم 12 ميجا هذا سير الاس ان ار، هذا ملا ضرب هاد الغربات ما كتفوتش 15 16. شي ساهل، عملية سهلة جدا، اي واحد يقدر يديرها، اي واحد كيف ما كان. خصك غير تعرف كيفاش تلاقي هاد السلوك هادو صافي، وتبع هادشي اللي قلت لك انا. سهلة، عملية سهلة جدا صافي. هاد السلوك هادو كنحاول نخبيهم انا هنا باش مابقاوش باينين وصافي، باش بان سر وينو صافي. انا سليم، هاد السلك دابا اللي درنا حنا كيولي عاطي الضو لهذا، كيولي عاطي الضو لهذا، ملي كيضرب فيه الضو لاين ديال هذا السلك، ملي كيضرب فيه الضو كتزاد الكفاءة ديالك، كتزاد كتولي قوية، كتولي لاين عندك قوية. هذيك القوة اللي ما جاياش اللي ما عاطيناهاش ليك انت من البواطة ديالهم، كتولي انت عاطيها للرسول. هاو فينا كتولي ستاب. كما شفنا الفيديو ديالو الاخوان ديالي صراحه، يعني الانستالاسيون عادي. الحاجه اللي شتها زايده عنده اللي ركبها هو انه ضاف سبلينتر وركب الروتور ديالو في بلاصه ديالو، بلاصه ديال الفون ديال فيكس، ركب هادو مع هادو. يعني داكشي مركب راه مزيان، ما يتلقاش مع بعضو باش ما يعطي لا سيركوي لا والو. بالنسبه قال الاخ ديالنا كاين السارجور اولا، المهم السارجور ديال 9 فولت وكاين ديال 12 فولت. قال لك يقول من احسن ديال 12 فولت، 12 فولت. راه عندي سارجور اخر 12 فولت، هو 12 فولت هذا، وهذا 9 ديال الفولت. راه جربت 9 وجربت ديال 12، غنشوف الاختلاف بيناتهم ان شاء الله في الحلقه اللي مجه ان شاء الله. غادي نجرب تيست بهذه الطريقه هذه، يعني الطريقه رائعه الاخوان ديالي، يعني انا عمري ما شفتها. غادي نشوفوا والفيديو ديالو ملي شعل الروتور واش نعطى، يعني كاين واحد الفيديو هنا هو، غادي نشوفوا هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا الاخوان ديالي. دخلنا الروتور ديالو كما كتشوفوا، ال اس ان مارجين 9.8، لين اتوناسيون 0.8، واحد الجوده اللي رهيبه. لين اتوناسيون كان الموزع عندك في الدار، ماشي بعيد عليك ب 18 ولا 19 متر. بالنسبه للماكس الماكسي رايت 25 ميجا ولا 26 ميجا، داتا رات 21 ميجا، وزائد الروتور يعني لالين ديال الصالات والروتور ديال التي بي ليك. الباور وصلت ل 17، يعني 17 شي حاجه مزيانه حتى هي باور. كما كنلاحظوا عنده في الفيديو السي ار سي كصفر، السي ار سي راه صفر، سي ار سي صفر، شي حاجه اللي ما كايناش فيها الاخطاء، يعني اي حاجه كيطلبها من الانترنت كتوصل له كامله مكموله. كما شفتوا الاخ ديالنا، يعني ديك الطاقه ولا القوه اللي غادي تجينا من الموزع، يعني ما وصلناش حنا كنعطيوها له، يعني هو كيعطي هذيك الطاقه باش بفولتاج اولا بالامبيراج. لان كما كتعرفوا ان السارجور واخا ملي كتركبو في الضوء وكتادي بيدك ما كيضربكش الضوء، علاش؟ لان الامبيراج طايح، لان الامبيراج هو اللي كيضرب ماشي فولتاج. الا كان فولتاج مثلا انا ملي كان غير 5 فولت وطلعت لك الامبير راه يفرعك الضو، راه حاجه معروفه هذه. واخا طلعت فولتاج وطيحت الامبيراج ما غاديش يضربك الضو، فلهذا هنا الامبيراج طايح والفولتاج واخا 12 فولت ما غاديش تاثر على لالين ديالك، بالعكس تعطيها قوه اخرى وغادي تعطي يعني فكره واعره. يعني ما عرفتش كيفاش طاحت عليك الاخ ديالي، فكره ممتازه وكنشكرك على انك شاركتينا التجربه ديالك. وانا بدي كما كنقول غادي نجربها وغادي نحط عليها فيديو، يعني بعد التجربه الطريقه المثيره للاهتمام. الى هنا كتنتهي الحلقه ديالنا، وكنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديالنا واستفدتوا معنا، ولا استفدتوا لو معلومه بسيطه اشتركوا على قناه بوغرافور وفعلوا الجرس باش يوصلكم مواضيع مقبله. إلى اللقاء أصدقائي.